استكلام. شرطة المشاهير. اليوم رح نحكو عن الموقف الطريف اللي صار مع الممثلة اللبنانية ماجي بوغصن مع حد من معجبيها. بعد احتفال صناع الفيلم اللبناني حبة كراميل بالعرض الأول له في دولة الإمارات العربية المتحدة، سافروا أبطال فيلم حبة كراميل إلى الأردن عشان افتتاح العرض الأول، وتفاجئوا بالناس الموجودة وكان عددهم 1200 شخص من مختلف الأعمار والجنسيات. وأول ما دخلت بطلة الفيلم ماجي بوغصن تعلى التصفيق وطلبوا منها الجمهور إنهم يصوروا معاها صورة للذكرى. طبعاً كثرت هتافات الجماهير وطلباتهم الملحة، وافقت بطلة حبة كراميل ماجي بوغصن على طلبات الحاضرين وبدت في التقاط الصور معهم، وصار مع ماجي بوغصن موقف ظريف. في حد من المعجبين صورت معاه أكثر من 10 صور وطلب منها صورة السيلفي الأخيرة. كان رد ماجي بوغصن إنها ضرباتها ببصارة قدام 1200 شخص. الفيلم حقق نجاح غير مسبوق وحطم رقم قياسي جديد بمفهوم السباق على شباك التذاكر للأفلام العربية، وكانت عائداتها أكثر من 25,000 في 4 أيام فقط. وعد الثاني مش بس كلام.